السك دي. انا عارف طبعا ان في جزء من العديم مش نيفرولوجيست، فهحاول يعني اقرب الامور على قد ما اقدر. احنا عندنا الانيميا في الكرونيك كيدني ديزيز انيفيتبل، يعني بتحصل، يعني هتحصل والموربيديتي بتاعتها يعني كبيره جدا، لكن الى حد ما ممكن كان بيها بوينت. والدليل ان هي بريجننت، لو احنا شفنا هذا الجراف، يعني شوفوا حتى في الفيري ايرلي ستيجز بتاعت الكرونيك كيدني ديزيز، اباوت 30% اوف بيشنتس عندهم انيميا. دي البرسنت ممكن توصل لاباوت 93% في الادفانس ستيجز اللي هي زي ستيج 5. طب هنقول امتى العيان عنده انيميا؟ اول الناس اللي كيلو زي ما انتم عارفين، او يعني الناس اللي مش نيفرولوجيست، دي واحده من يعني الاسوسيشنز اللي بتحط لينا جايد لاينز في النيفرولوجي. اول ما بدات تقول قالت ان الهيموجلوبين اللي ده 11 جرام، دي قال ان بري بيوبرتال البيشنتس بيعتبروهم انيميك ريجاردس ذا جندر اند ذا ايج، ما كانوش بيعتبروا اي حاجه. ولكن ده طبعا مش 100% اكيد، ان احنا بنتعامل من داي زيرو لغايه يعني 15 او 18 years حسب المكان الموجود. وبالتالي بدا الكلام يتغير، قال ان هو less than the fifth centile for normal adjusted for age for Asian gender. وبداوا يخش في الديفينيشن بتاع ال WHO للانيميا اللي بيستخدم في كل السبيشاليتيز او سب سبيشاليتيز بتاعت الشيلدرن، ان العيان less than 5 years بعتبره انيميك ريجاردز اندرلاين ديزيز، او لو ما كانش عنده ديزيز او الهيموجلوبين بتاعه اللي اداني 11. لو هو من 5 ل 12 years بنرفع ده ل 11.5، لو هو من 12 ل 15 بيبقى less than 12 جرام بير دي. يبقى انا بعتبر العيان انيميك اكوردنج تو ذا ايج. يبقى انا لو عندي عيان عنده سكي دي، عشان اقول ان هو انيميك ولا لا، لازم ابص على الايج والجندر لو كان هو وصل للايه للبيبرتال ستيج، واحط هذه الارقام في دماغي وانا عشان اشخص اذا عنده انيميا ولا لا. هيجي السؤال، ليه العيانين اللي عندهم كرونيك كيدني ديزيز، يعني احنا بنقول كرونيك كيدني ديزيز دي اللي هي انتوا زمان كنتوا بتقولوا عليها كرونيك فيليا، لكن هي كرونيك كيدني ديزيز ده سبيكترم واسع من اول ستيج 1 تو ستيج 5. هنيجي نقول دلوقتي ليه العيانين اللي عندهم كرونيك كيدني ديزيز ممكن يجي لهم انيميا. هنرجع بس شويه صغيرين للبيزس وللبيزكس بتاعتنا، ونفتكر الرسم ده اللي بيجي فين اللي هي الريتروكويزس، ونقول ان اول 25 دايز من الجيل من الريتروكويزس التكوين الار بي سيز بيعتمد على الريتروبايت. والريتروبايت هنا بيشتغل كحاجتين، كجروث وبروليفريشن، بيعمل ايه؟ حاجتين، انتي ابوبتوتيك وبيساعد على البروليفريشن والبروفيشن والجروث زي ما قلت لكم. في اخر بقى 3 تو 4 دايز بيبدا الاير يبدا يخش جوه الايه؟ من اول السيج بتاعت الاريثرو بلس يبدا الاير يخش. يبقى عندنا 2 ستيج، اول 3 اسابيع اريثروبايت اندبندنت، واخر 3 او 4 ايام العيان السيلز او بتبقى اير اندبندنت اللي هي الماتيوريشن بتاع السيلز ودخول الار بي سيز. ايه بقى اللي بيحصل في العينين بتوع كرونيك ديزيز، كرونيك كيدني ديزيز؟ اول حاجه ان الريتروبايت ده بيطلع من البيري تيوبولار سيلز. البيري تيوبولار سيلز اللي موجوده بين التيوبولز، يعني دي السيلز دي هي اللي بتطلع السكريت الريتروبايت. في العينين لما بيبدا يحصل لهم كرونيك كيدني ديزيز، هذه السيلز بتتحول من ابيثيليال سيلز الى مايلوفايبروبلاس، بتوقف سكريت الايه؟ الريتروبايت. يبقى اذا البرودكشن بتاع الريتروبايت في من الديزيز كيدني بيبدا يقل، تمام؟ يبقى ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه يعني الاستيمولس فور الفورميشن بتاع الريتروفايتنج هي الهايبوكسيا، وانا هنرجع للنقطه دي بعد كده في الثيرابي. ولكن يعني لما تبقى السيلز اللي هي البيريتيولار سيلز دي هايبوكسيك، هتبدا تعمل استيمولشن للريتروفايتنج فورميشن. طيب السيلز دي او الكيدني دي لما يبدا يحصل فيها فايبروزس نتيجه للاند ستيج او للكرونيك كيدني ديزيز اللي بتبقى موجوده فيها، بتبقى الكونسومشن بتاع الاكسجين فيها هيقل ولا هيزيد؟ هيقل. وبالتالي البيريتيوبولار سيلز اللي هي الهيلثي بتعمل ايه؟ بتعمل سنس على ان الاكسجين تنشن عندها نورمال، يعني السيلز اللي باقيه ريلاتيفلي الاكسجين عندها نورمال، وبالتالي بيبدا يحصل ديسريجيليشن. يعني ايه؟ على الرغم ان العيان ده انيميك، الا ان الاستيمولس داخل البيريتيوبولار سيلز دي
ما بقتش كافيه انها تطلع اريثروبايتين كافي ان هو يعوض الايه؟ الانيميا الموجوده، فبقى في ديسفيجنيشن. يبقى بقى عندنا دلوقتي حاجتين بيحصلوا في العيانين اللي عندهم كرونيك كيدني ديزيز بالنسبه للاريثروبايت، ديكريس في البرودكشن وايه؟ وديسفيجنيشن في الانفورميشن. هنرجع بقى طيب ده بالنسبه للاريثروبايتين، طب ايه اللي بيحصل بالنسبه للايه؟ للايرون. اول حاجه ان العيانين دول بيحصل لهم ابسوليوت ايرون ديفيشن. بيحصل لهم ابسوليوت ايرون ديفيشنسي ليه؟ انوركسيك ما بياكلوش، الابزوربشن بتاعهم افكتد، في انكريز للوسز بتاعت الايرون بحاجات كتيره جدا من اول الداياليسز السامبلنج، ولو كانت في ميل حصل لها دينار من المينورالجيا اللي بتبقى موجوده اللوسز مع الايه؟ مع الداياليسز نفسه، يبقى الايرون او الايرون اللي موجود ده بيقل، فبقى عندهم ابسوليوت ايرون ديفيشنسي. في حاجه بقى ثانيه اخطر بتحصل عندنا في العينين بتوع الكرويد ديزيز دول. الابسايدنج لو حضراتكم يعني الناس اللي شغاله في النيفرولوجي او حتى في الايه في الجنرال بيدياتريكس عارفه الابسايدنج ده عباره عن جلايكوبروتين، الجلايكوبروتين ده الكدني بتكونه. الابسايدنج ده بيزيد في الكرونيك كدني ديزيز، بيزيد ليه؟ اكتر حاجه بتزوده الانفلاماتوري ستيت اللي موجوده في العينين بتوع الكرويد ديزيز وخصوصا اللي على دايالسيس. فالانفلاماتوري سايتوكاينز سبيشال الاي ال 6 وكده بتبدا تعمل ستيميليشن لمين؟ للبرودكشن بتاع الابسايدن ده من كده. في نفس الوقت الاريثروبلاست اللي هي واحده من المراحل اللي هي قبل تكوين الاريثروسايت بتطلع حاجه اسمها الاريثروفيرون، الاريثروفيرون ده انهبيتور للهيبسايت. فعشان الفايبرو الاريثروبلاست دي قلت العينين دول الانهبيتوري افكت بتاع الاريثروفيرون ده عليهم قل، فالهيبسايدن بتاعته البرودكشن بتاعته بيزيد. الحاجة اللي بتحصل بعد كده كمان ان الاكسكريشن بتاع الهيبسايدين ده من الكدني بيقل. وبالتالي انا الكونسنتريشن بتاع الهيبسايدين ده في الايه؟ في البلاد بتاع العينين دول بيزيد. طيب الهيبسايدين ده بقى فائدته ايه؟ الهيبسايدين ده انت عارفين خروج ودخول الحديد الى السيلز بيتم من حاجة اسمها فيرو بورتين، يعني زي بورتين زي ما انتوا عارفين بورتين يعني ايه؟ يعني بوابة. فالفيرو بورتين ده هي البوابة ان الحديد بيطلع او يخش منها السيلز من اول انتروسايتس وفي الهيباتوسايتس وجوه الايه؟ زي ما انتم عارفين برضه ان الار بي سيز بعد ما بيحصل لها ايجنج بتخش في الماكروفيج وبتتكسر وبالتالي بيطلع منها الايرون، وبعد الايرون ده بيبقى ريليز بيروح تاني على يروح على الايه؟ على البون مارو عشان يبقى انفولف. العينين دول نتيجه للهيبسايدين الكتير البورتال دي اللي هي الفيرو بورتين دي بيحصل لها ديجريديشن وبالتالي الحديد بيتحبس جوه السيلز، بيتحبس جوه الايه؟ جوه الماكروفيجز، بيتحبس جوه الهيباتوسايتس، الابسوربشن بتاعه من الانتيروسايتس ما بيتمش، وبالتالي على الرغم يعني على الرغم ان الحديد موجود الا انه ايه؟ محبوس، مش العيان ما بيقدرش يستخدمه، عشان كده دول بيسموهم ايه؟ ان العيان دول عندهم ايه؟ فانكشن ايرون ديفيشنسي انيميا، فانكشن ايرون ديفيشنسي. يبقى انا عندي بالنسبه للايرون حاجتين، عنده ابسوليوت ديفيشنسي وعنده ممكن يبقى عنده الفانكشن، ويمكن ساعات الفانكشن ديفيشنسي او الفانكشن دي بتبقى اكتر من الايه؟ من الابسوليوت ديفيشنسي اللي بتحصل في العينين. ده ملخص لما يحدث في الانيميا بتاعه الايه؟ السيكل دي. زي ما قلت لكم وجود الانفلاميشن مهم جدا، الايروبيك توكسينز اللوسز اللي بتحصل اللي بتاثر سواء كان على الاريثروبايتين برودكشن او على الانكوربريشن اوف ايرون داخل السيلز او استخدام الايرون. انا بقى راجل نيفرولوجيست وبتابع العينين، عشان قلنا الانيميا ده فيري بريفلنت، انا المفروض اعمل ايه للعينين دول؟ يعني ايه الانفستيجيشن اللي انا هعمله؟ خلي بالكم بقى من بعد كده هتلاقوا دايما انا على الكورنر فوق هنا كاتب الايفيدنس، الايفيدنس بتاع اي حاجه بتبقى موجوده فين؟ في السلايدز. وبرده يعني ايه ايفيدنس؟ يعني قد ايه الناس دي انا اقدر اعتمد على هذا الكلام، يعني قد ايه هو ريليفنت وقد ايه ممكن لازم انا اعمله، يعني سجستد ولا شود ولا والى ذلك. اول حاجه او اول نقطه انا كل قد ايه اعمل انفستيجيشن الانيميا. انا قلت ان الولد ده واحده الفريكوانس سامبلنج دي واحده من اسباب ادوس الايه؟ ادوس الانيميا. طيب انا بقى كل قد ايه اعمل؟ والله لو العيان ده من الاول ما كانش عنده انيميا وهو يعني او اذا كان بقى في كلينيكال ادفايس يعني في سيمتومز او حاجه تخليني اعمله اكتر فريكونسي بتبدا بتبقى قليله في العيانين اللي هم الستيج بتاعتهم اقل، يعني ستيج 3 بتعمل تقريبا كل سنه، لو هو ستيج 4 او ستيج 5 بس مش دايلايز بتعمل افري 6 مانث، لو هو بدا على هيمو او بريتونيال دايلايز بتعمله افري 6
3 months. ده لو كان العيان ما عندوش انيميا. طب عيان عنده انيميا بس ما بياخدش تريتمنت بالاريثروبايت لان ده ليها بروتوكول ثاني للفولو اب الفريكونسي طبعا بتاع الفولو اب بتزيد. فتلاقيني ان هو لو كان في ستيج 3 تو 5 يعني شوفوا ده كان هنا كل سنه او كل 6 شهور لا ده انا بخليها كل 3 شهور ولو حتى بقى على الهيموداياليسيس بعملها كل شهر. يبقى دي الفريكونسي. كل ما بتزيد الستيج او كل ما العيان ده كان دخل على الدايس تلاقيني بقدر اعمل اللي هي الفريكونسي اكتر. امتى اخد السامبل بقى؟ انا جاي عيان برضه انا بتابعه اخد السامبل مين؟ لو هو مش على دايلسيس مش مشكله او على بريتونيال دايلسيس مش مشكله، لكن هيموداياليسيس عشان هو بيعمل تشينجز في الهيمودايناميكس وبالتالي التايمنج بتاع السامبل ده مهم جدا. اذا كنا بنغسل 3 مرات في الاسبوع فانا باخد اذا كان بيغسل سبت واثنين واربع اخدها منه يوم الاثنين قبل ما يبدا الدايلسيس. يوم الاثنين قبل يعني اللي هي بقى اللي في الميد ايرو قبل ما يبدا الدايلسيس عشان ابقى مثبت لان طبعا زي ما انتم عارفين بري دايلسيس يبقى عندها فوليوم اوفر لود يبقى في دايلوشن. لو بص دايلسيس بالعكس هيبقى موجوده وبالتالي مش مره اعمله بري دايلسيس ومره اعمله بص دايلسيس مره اعمله في اول اسبوع ومره في اخره يبقى تثبت الفتره اللي بيتعمل فيها السامبلنج وهي ايه بقى الحاجات البيز لاين انفستيجيشن شايفين قد ايه؟ الايفيدنس بتاعها الى حد كبير جدا عالي ان انا ايه اللي لازم اعمله في كل عيان؟ اللي اعمله في كل عيان حاجتين اعمله صوره دم واشوف الايرون ستاتس بتاعه. صوره الدم مفروض انا متوقع ان العيان ده نوع الانيميا اللي بتبقى عنده ايه؟ لو هي العادي لو كان اللي هو تيست اريثروبيسيس اللي حصل نتيجه للفايتنج اللي انا قلت عليه دوت بتبقى نورمال سيتيك نورمال كورين زي اي انيميا بتاع كورنيا. لكن لو عنده ايرون ديفيشنسي يبقى في الغالب هتبقى ايه؟ مايكرو سيتيك هايبوكروميك. ما ننساش ان احنا اريا الثلاسيميا فيها بريفلنت او الكرونيك هيموريتيك انيميا فيها بريفلنت وبالتالي لو انا عندي انيميا مش بتستجيب كويس يبقى لازم انا اعمل اكسكلوجن لايه؟ للثلاسيميا يعني المايكرو سيتيك هايبوكروميك انيميا مش لوحدها ايرون ديفيشنسي. الحاجه الثانيه ما ننساش برده ان احنا في اريا النيوتريشنال ديفيشنسيز فيها ايه؟ عاليه. فممكن انا الاقي العيان ده الاقي عنده مايكرو سيتيك ماكروسيتيك انيميا نتيجه للفوليت ديفيشنسي او فيتامين اي ديفيشنسي. برضه ممكن هيموليتيك انيميا تحصل؟ اه ممكن لاسباب كثيره جدا. ممكن هيموليتيك انيميا تحصل من اول زي ما قلت لكم الايه؟ الثلاسيميا ولكن العينين دول ممكن يحصل لهم هيموليسيس نتيجه لاسباب برضه مش هنخش فيها بعد كده. يبقى اول حاجه من البيز لاين هي الايه؟ ان انا اعرف نوع الانيميا اللي موجود. نوع الانيميا اللي موجود في الغالب هي نورموسيتيك نورموكروميك وممكن الاقي ايرون ديفيشنسي انيميا. ازاي بقى اعمل بقى اسسمنت للايرون؟ اسسمنت للايرون زي ما انتم عارفين برده في اي يعني في اي جنرال بيدياتريشن عارف ان انا بشوف السيرم ايرون تمام؟ بشوف التوتال ايرون بايندنج كاباستي بشوف السيرم فيرتين بعمل حاجه اسمها تي سات. التي سات دي اللي هي ايه؟ الترانسفيرن ساتوريشن. يعني ايه ترانسفيرن ساتوريشن؟ هو التوتال ايرون بايندنج كاباستي تقريبا بتديني فكره عن مين؟ عن الترانسفيرن اللي هو بيشيل ايه؟ الايرن. والسيرم ايرن بيديني فكره عن الايرن الموجود يبقى قد ايه من الريسبتورز دول ساتوريتد بالايرن قد ايه من الترانسفيرنس ساتوريتد بالايرن فده بنسميها ايه بقى التي سيل. عشان كده هي بتتحسب ازاي السيرم ايرن على التوتال ايرن بايندنج كاباسيتي. الميكرو فاسكولار فوليوم زي ما انتم عارفين برضه ده كلنا يعني بنعمله في الروتين. يعني الروتين بتاعنا ان انا اشوف الاربع حاجات دول بجانب الميكرو فاسكولار. انا اعمل لهم انتربريتيشن ازاي؟ هل انا ممكن افرق لو انا بصيت على دول بين الابسوليوت ايرون ديفيشنسي وبين الفانكشن ايرون ديفيشنسي؟ احنا قلنا ابسوليوت الايرون فيها قليل الفانكشن الايرون فيه ايه؟ كتير بس مش يوتلايز. الاثنين دول السيرم فيرتين سواء كان فانكشن او ابسوليوت السيرم فيرتين هيحصل فيه ايه؟ هيقل ولا يزيد؟ هيقل سواء كان العيان ده عنده ابسوليوت او عنده فانكشن ايرون ديفيشنسي السيرم فيرتين اللي بيديني فكره عن الستور بتاعت الايرن هيبقى قليل. لكن التوتال ايرن التي سيل لو العيان عنده فانكشن ايرن ديفيشنسي الايرن اللي موجود زايد ولا عاد ولا قليل؟ زايد زي ما اتفقنا وبالتالي التي سيل دي تبقى ايه؟ عاليه ولا واطيه؟ عاليه. بالعكس بقى لو العيان عنده ابسوليوت ايرن ديفيشنسي السيرم ايرن ماله هيبقى قليل وبالتالي التي سيل بتبقى قليل. عشان كده انا لازم اعمل انتربريتيشن الاثنين دول مع بعض. انا بشوف الفانكشن ايرن ديفيشنسي بشوف التي سات مع الفيرتين في الاثنين التي سات والفيرتين. لو لقيت انا التي سات مع الفيرتين الاثنين واطيين يعني التي سات اقل من 20% والفيرتين اقل من 100 يبقى العيان ده عنده ايه؟ عنده ابسوليوت ايرن ديفيشنسي. في الغالب ده هتلاقي اللي عنده الميكرو فاسكولار فوليوم دايما ايه؟ دايما واطي.
لكن العيان اللي عنده فانكشن ايرون ديفيشنسي بلاقي تي سيل واطيه، لكن الايه العيانين دول عندهم الايه الفيرتين بتاعهم عالي والمين كورباسكولار فوليوم لحد كبير ماله لسه نورمال، لان نورمال سيل في مشكله في مشكله في العيانين دول او في البارامترز دي. يس المشكله بتيجي منين؟ السيرم فيرتين ده بيتاثر بالايه؟ بالانفلاميشن، لان هو اكيوت فيز ريكت صح؟ فممكن ان الانفلاميشن تاثر بتعمل لي فولس هاي ايه؟ سيرم فيرتين تمام؟ فده ياثر ان انا لا، وبالعكس هي بتعمل فولس لو توتال ايون بايندنج كاباسيتي. فاذا وجود الانفلاميشن اللي هو فيري بريفلنت في العينين اللي عندهم سكت دي، ده بيخلينا دايما ايه؟ نبص للحاجات دي واحنا بنعمل انتربريتيشن، لازم نبص على الانفلاماتوري ماركر زي ما قلت. عشان كده بدات في اذر ميجرز ممكن استخدامها، هي مش متوفره بشكل كبير لكن استخدامها بيساعدني زي ما هوريكم بعد كده. اول حاجه اسمها ايه؟ percentage of circulating hypochromic cells. hypochromic cells يعني الخلايا الدايره في الايه بتبقى microcytic hypochromic صح؟ فانا بشوف قد ايه من الخلايا اللي موجوده في السيركيليشن دول، كميه الايه قد ايه هم بالنسبه للتوتال سيلز، يعني دي بتتحسب ازاي لو كان هم اقل من 250 جرام برليت. دي ليها رقم رقم زي ما هقول لكم عليها دلوقتي اللي هو 6%. بشوف الثانيه كمان ريتيكلوسيتك هوموجلوبين كونتنت، يعني بشوف كميه الهوموجلوبين اللي موجوده داخل الريتيكلوسايتس اللي هي المرحله اللي ايه اللي بتبقى في السيكريشن صحيح، بس قبل الار بي سيز اللي هي الاماتشور سيلز اللي بتبقى موجوده. فبشوف قد ايه كميه الهيموجلوبين جواها. بعد كده بعمل حاجه اسمها سوليبل ترانسفيرن ريسبتورز اللي هي الحتت اللي بيشتغل عليها مين؟ الايرن او الايرن بيشفق فيها، ثم الزنك بروتوبورفايرين ده حاجه من يعني زي ما انتم برضه عارفين البورفايرين ده جزء من الاستراكشر بتاع الهيموجلوبين. دول ليهم ليميتيشن، لا زال ليهم ليميتيشن، ما فيش وايد سبريد افيلابيلتي، الكوست بتاعتهم الى حد ما غاليه، في تكنيكال ديفيكلت ساعات يعني مثلا عشان اعمل الهايبوكروميك سيلز دي لازم تبقى فريشلي يعني فريش سامبل، والا مش هيبان فيهم دي او مش هقدر احكم على الهايبوكروميك سيلز. ده ملخص للحاجات اللي انا بعملها في الاير. انا بقول للعيان زي ما قلت الاير ديبليتد لو اقل من 100، لو التي سيت بتاعته ايه اقل من 20، لو الهايبوكروميك سيلز فزادت عن 6% وكميه الايه الهيماتوكريت الهيموجلوبين اللي موجود في الهيماتوكريت اقل من 29 بايكوجرام، دي البارامترز اللي انا بقول للعيان ده لو لقيتها يبقى الايرن بتاعه ايه ديبليتد. انا بقى اعتمد على مين فيهم؟ يعني هل اخد السيرم فيرتين لوحده؟ هاخد التي سيت لوحدها؟ اعتمد على الجداد اللي هو الهايبوكروميك سيلز او كمية الهيموجلوبين في الريتيكلوسايت. شوفوا جدول او اول واحده اللي هي السنسيتيفيتي والسبيسيفيستي بتاعت سيرم فيرتين، بس هنا 200 مش 100، يعني 200 زي ما 200. فتلاقي هنا السنسيتيفيتي والسبيسيفيستي، شوف السبيسيفيستي قد ايه؟ 38% فقط. يعني اتس نوت سبيسيفيك. لما نيجي نشوف التي سات زادت شويه وصلت ل 79. شوفوا بقى ده طبعا السنسيتيفيتي والسبيسيفيستي بتاعتها ايه؟ عاليه. اعلى من قبل كده يعني 95 و82 اللي هي الهايبوكروميك سيلز دي. السنسيتيفيتي او السبيسيفيستي بتاعت الهيموجلوبين اللي موجود في الريتيكلوسايت وصلت ل 93%، لكن السنسيتيفيتي بتاعتها واطيه. عشان كده لو الاثنين بقى، وده الاستادز اللي اتعملت، لو الاثنين خدوا الاثنين مع بعض يعني اعتمدت على التي سات مع سيرم فيرتين بيزود السبيسيفيستي الى ايه؟ الى تقريبا 98% يعني قريبا او اكثر من دي، لكن لا زالت السنسيتيفيتي بتاعتهم مش عاليه. هل في كونسنسس وورلد وايد على مين استخدمه من دي؟ لو بصيتوا بقى في كده دي يمكن برضه الناس اللي شغالين في النفرولوجي عارفين الرموز اللي انا بقولها دي. هل دي يوروبيان ولا الكيدوكي اللي هي الناشونال كيدني فاونديشن ولا الكيديكو اللي هو اللي انا كنت جبت لكم منها الجايد لاينز الاولانيه ولا النايس بتاعت الانجليز؟ كل واحده منهم بيعتمد على ايه؟ على حاجه ثانيه مختلفه، لكن تقريبا معظم الناس بتعتمد على الفيرتين والتي سيلز مع بعض. لكن النايس اللي هم الانجليز دايما تلاقيهم مثلا ايه الهايبوكروميك كميه الهيموجلوبين اللي موجوده في او البرسنتج بتاعت الهايبوكروميك سيلز هم بيعتمدوا عليها اكتر تمام اكتر من حاجات ثانيه. يعني زي ما بقول لكم برضه مفيش جنرال كونسنسس، لكن
معظم الناس بتلجا للايه؟ للتي سيلز والفيرتين الاثنين مع بعض. هم ارخص طبعا من الايه؟ من الحاجات الثانيه اللي احنا قلناها. باعتبار ان احنا بنتكلم على الريتروبايتن اللي هو الاذر بارتنر في الديفلوبمنت او في الباثو فيسيولوجي، هل لازم انا اقيس الريتروبايتن؟ نو. احنا قلنا ان في ديسريجيليشن حتى، يعني حتى هو السيرم ليفل بتاعه مش ايه يعني، لا يديني فكره عن الـ يعني كامله عن الانيميا، عشان عن الدرجه بتاعت الانيميا. حتى شوف الايفيدنس دي كانت اكبر حاجه انا عرفتها. 1 ايه الايفيدنس بتاعها؟ ان هو نوت روتين تو بي كونسيدرد في الدايجنوز بتاع المانجمنت اوف انيميا فور بيشنتس وذ سي تي. ادور على سي ار بي كماركر، وخصوصا اللي هو ايه بقى يعني الحاجه السبيسيفيك مش اللي هي تمام. الهيبسايدن ريسيرش تو، ما حدش بيقول ان انا لازم اقيس الايه الهيبسايدن في العينين بتوع الكرونيك كيدني ديزيز كماركر الانفلاميشن في العينين دول بصوره روتينيه. طبعا دول انا بعملهم بينج في لوكاليتي، وخصوصا لو كان العيان ما بيستجبش كويس للعلاج اللي انا بقوله بعد كده. البي 12 والفوليات، ان انا اعمل تيست للهيموليسيس، ان انا ابص على البارازايت واشوف اعمل الكتروفوريس لو العيان ده مش ريسبونسيف، عشان السلاسيميا لا زالت بريفلنت عندنا في لوكاليتي. خلصنا. قلنا يعني دلوقتي امتى بعتبر العيان ده انيميك؟ ببص على الايج زي ما اتفقنا 11 اقل من 5 سنين، 11 ونص من 5 ل 12، وفوق الايه؟ ال 12 بعتبر الهيموجلوبين اقل من 12 جرام هو الايه؟ الثريشولد بتاعي. الباث فيسيولوجي اساسا اير واريثروبايت. اريثروبايتين ديفيشنت او ديسريجيليتد، واير من ايه؟ في فانكشن وابسوليوت ديفيشنت. انا عارف ازاي؟ مفيش قدامي غير حاجتين بلعب بيهم، هما برضو الايرون والايه؟ والاريتروبايت، عشان اعالج الانيميا اللي عينين عندهم سكري. دول الاساس في التريتمنت. طيب قبل ما ابدا ادي الاريتروبايت والايرون الاثنين مع بعض، ولا ادي الايرون الاول وبعدين ادي الاريتروبايت؟ الايرون زي ما انتم عارفين هو اللي هيديني الطوب اللي انا هبني بيه، والاريتروبايت هو البناء. طيب انا ادي الاثنين مع بعض لو عنده ابسوليوت اين ديفيشنس، ودي زي ما قلنا ارجوكم اللي في البيت يعني اللي بيشتغلوا في الكلى يعني ما يزهقوش الاريثروبايتين من غير، والاين ده اللي عايز اين ديفيشنت يعني، ما هو اين ديفيشنت هدي له اريثروبايتين هيشتغل على ايه؟ عشان كده العين اللي انا متاكد 100% عنده ابسوليوت اين ديفيشنسي شود نوت بي انيشيتد الاريثروبايتين انتل ان الاين ستورز هتتحقق ان هي بقت كويسه. اللي عنده فانكشن ممكن ابدا الاين قبل او مع الاريثروبايتين، يعني ممكن ابداه مع الايرن او ادي الايرن قبله، ولكن الاساس في الابسوليوت ان انا لازم ادي الايرن الاول قبل ما ابدا. الاريثروبايتين احنا ساعات بنسميه الايسا او الاريثروبويس ستيميليتنج ايجنت. انا عشان اديه لازم اعرف ابدا امتى، واديه كل قد ايه، واديه لغايه امتى، واختار البراند ايه اللي انا هستخدمه، وهديه ازاي، يعني هديه سبكوتينيوس ولا انترافينوس، واخاف من ايه؟ يعني زي اي دراج. انا ابدا الريتروبايتين امتى؟ ولازم يعني اويت زي ما دايما بيقولوا البنفيت والهارم زي ما هنقول بعد كده. عشان كده شايفين على الرغم ان الايفيدنس بتاعتها يعني ده في الادلت اللي هو 2 دي، ان انا احنا بنمشي فولوينج الادلت يعني جايد لاينز، على الرغم ان احنا ما عندناش جريدز للايفيدنس في الفيديوهات، ولكن احنا بنبدا المفروض الاريثروبايتين لو الهيموجلوبين قل عن 10. هيموجلوبين قل عن 10 ابدا الاريثروبايتين بتاعي. طيب اخد اي براند بقى، زي ما الشركه بتقول ولا زي ما المتوفر عندي، هو اساسا اللوكال افيلابيلتي، لان في مثلا براندز بتبقى موجوده في مكان مش موجوده في مكان تاني. و يعني ده جدول بيبين الفروق بين الديفرنت ريترو الاجهزه اللي موجوده في الماركت. واحنا دايما بيبقى عندنا حاجات شورت اكتنج، يعني زي اللي بيسموها الفا وبيتا. ده مثلا لما تلاقي مثلا البيتا ده موجود في يوروب اكتر، والالفا موجود في اليو اس اكتر. بعد كده بداوا يبانوا البايو سيميلرز، يعني حاجات شبيهه بس مش هي الاوريجنال اللي كانت طالعه من شركات الام. وبعد كده في عندنا لوكالي ابروف، وبرده اللي شغالين في النفرولوجي عارفين ان في يعني موجود في الماركت حاجات بتنتجها شركات محليه. في عندنا بقى حاجه يعني هو الاريتروبايتين ده كل ما بيزودوا الجلايكوليشن اللي موجوده في الايه؟ في المولوكيول بتاعته
بتزيد الهاف لايف بتاعته، فممكن انا اقلل الفريكوانسي بتاعت الانفكشن اجيبها يعني لونج اكتنج. عندنا حاجه اسمها فيروفايتين الفا اللي هو ده الاسم التجاري بتاعه. ثم عندنا زمان كنا يعني المرسيرا دي حاجه بيسموها بيجايليتد، بيزودوا حاجه بقى بيغيروها فيري لونج اكتنج ممكن تتاخد كل شهر، وده كان ليه ايرا وبيستخدموه دلوقتي في الادلت، يمكن استخدمه عندنا في الشيت البدائل. يعني قصدي اقول ان احنا عندنا different retrofiting brand، الديوريشن بتاعت الاكشن بتاعتهم بتختلف يعني، وفي حاجات منهم معظمهم زي ما انتم شايفين برضه بالدي ان اي تكنولوجي، لكن في حاجات منهم باي سيمبلز للاوريجينال وان، وفي حاجات لوكالي مانيفاكتشرد فيه بتفرق من الصين عن مصر عن الهند عن ما الى ذلك. طيب هل اي واحد من دول سيبيريور عن التاني؟ هل اي واحد من دول سيبيريور عن التاني بالنسبه لايه؟ للاوتكم بتاع العيان؟ نو ديفينيت ايفيدنس ان في سوبيريوريتي في البيشنت اوتكم ان بارتيكولار ايزا بريد، مفيش. ودي الايفيدنس بتاعتها زي ما قلت لكم برضه 1 بي يعني مش عاليه قوي، مش قصدي عاليه يعني مش ايه مش واضحه يعني، ان هو نو ديفينيت ايفيدنس اوف سوبيريوريتي ان بيشنت اوتكمز، بنتكلم على الاوتكم. طيب ادي دوز قد ايه؟ المفروض الحاجات ده ايبو الفا او بيتا من 20 to 50 international per kilo 3 times up، وبنستخدمها 3 times لما نتكلم بعد كده يمكن، وبتتاخد subcutaneous او intravenous. الدارو بايتين الالفا اللي هو شويه لونج اكتنج بياخد لو انا ممكن اديه every week او every 2 weeks، وادي الدوز مختلف برضه لازال انا بتاخد subcutaneous و intravenous. احنا بقى دي برضه لينا حاجه في الاطفال مختلفه شويه عن بعض، ان الدوزز عندنا في الاطفال اعلى للويت. يعني انا ممكن اوصل في الاسبوع في الانفنت من 275 ل 350 انترناشونال يونت بير كيلو بير ويك، ودي نوت اعلى من الادلت شويتين. ولو وصلت للتشيلدر ممكن اوصل 250 انترناشونال يونت بير كيلو بير ويك. ليه ده بيحصل؟ والله اولا يعني بيقولوا ان الجروث بتاع الاطفال اسرع، لكن الحاجه الاهم النون هيموبايتيك ريسبتورز للاريثروبايتين في الاطفال اكتر من الادلت. يعني ايه نون اريثروبايتيك ريسبتورز؟ يعني انا ممكن الاقي ريسبتورز للاريثروبايتين في البول، الاقيها في الليفر، تمام؟ دول بيبقوا اكتر في الاطفال عنهم في الادلت، وبالتالي الاريثروبايتين اللي موجود مش كله بيروح على البول مارو يشتغل. عشان كده انا محتاج ايه؟ هاير دوز في التشيلدرن عشان اعالج بيها الانيميا بتاعه السكري. يستحسن ان احنا ادجست الدوز للايه؟ للبيزر سيرفيس اريا، ودي الجرعه يعني السيرفس اريا احسن برضه عندنا في الاطفال، ان انا يعني عشان اخرج من الافكت بتاع دي بتاع التغيرات الوزن اللي بتحصل مع الايج. فعشان كده يعني استخدامها بالايه؟ بالسيرفس اريا ممكن ويبقى مور ابروبريت. الروت في الهيمو دياليسيس الاسهل ان انا استخدمه ايه؟ انترافينس. والنون هيمو دياليسيس الاسهل ان انا استخدمه سبكوتينس. لو عين مش على دياليسيس يستحسن عشان اقلل له الانجكشن ان انا الجا للحاجات اللي هي ايه بقى؟ اللي هي ليست فريكوينت ادمنستريشن واللونج اكتنج. لو هو مش على دياليسيس صح، بدل ما اقعد اشكشكه ثلاث مرات في الاسبوع ممكن اشكشكه مره كل اسبوع او مره كل اسبوعين، وساعات المسيره زمان كنا بنديها كل شهر. في بقى كلام على ان الشورت اكتنج، ويمكن الادلت بيستخدموه، ان هم الحاجات الشورت اكتنج اللي انا قلت عليكم اللي هي الايبو الفا وبيتا دول، في ستادز معموله في الادلت بتقول ان انا ممكن يعني خصوصا في المينتنس فيز ان انا استخدمها ايه؟ برضه بديوريشن بفريكونسي يعني اديها كل اسبوع او كل شهر. بس احنا عندنا في الاطفال الاستندد انترفال الايبو الفا دوزنج هاز نوت يت بين سيستماتيكالي اسيست في الشكل. يعني ما اقدرش احلف، في ناس استخدمته، لكن ما اقدرش احلف ان انا ممكن استخدم الريثروبايتين اللي هو شورت اكتنج بفريكونسي قليل زي الحاجات اللي هي اللونج اكتنج اللي مكتوب. المسيرة او الحاجات اللي هي البيجايليتد اريثروبايتين كان زي ما قلت لكم جالنا ايرا طويله يعني من حوالي كام سنه كان في كلام على المسيرة وما الى ذلك، ولكن بدا يقل استخدامه كتير في الاطفال على الرغم ان الاستادي دي منشوره في 2018 من هذه الجروب، ان هم ممكن في المينتنس فيز يعني بعد ما رجع الهيموجلوبين للفاليوز او للنورمال اللي انا عايزه ممكن استخدم الحاجات اللي هي زي الايه اللونج اكتنج اللي ممكن تتاخد كل شهر مره، دي
بالدوز اللي انا قلت دوز 125 بس يعني ده الايكويفالنت يعني انا يعني انا بدي 4 مايكروجرام من الـ من الـ من المرسيرا لكل 4 every 4 week لكل ويك لو كان العيان مثلا ماشي على ايبو الفا على 125 ادي منه 4 مايكروجرام لو هو ماشي على او ادي من الالفا او بيتا او ادي 0.55 من الايه من الدرابيدين لكن زي ما قلت لكم مفيش ايه مفيش كونسنسس لكن في بعض الايه بعض السنترز انا عايز اوصل لكام بقى اقعد ادي ريتروبايت لغايه ما الهيموجلوبين بتاعي يوصل لكام التارجت بالنسبه لي من 11 ل 12 هو اديني النهارده من 11 ل 12 طيب فاكرين انا كنت بعمل فريكوانسي قد ايه كل الايه كل شويه اعمل تيست الانيميا قد ايه هنا بقى الفريكوانسي اكتر شويه في الكوريكشن فيز بعمله كل اسبوعين مش بستنى حتى للايه للشهر زي العيان اللي على دايلسيس في اللي انا كنت قلته في الاول وانا متوقع ان عندي ده يزيد عندي في الشهر من 1 ل 2 ده متوقع ده مهم ليه؟ لان انا لو ما لقيتوش بيزيد لواحد اتنين ابدا اريفايز تاني، في عندي حاجه فيها ايه؟ فيها مشكله. طيب. انا الهيموجلوبين قصدي العيان ده جاله فبراير امس وعنده نمونيا، اوقف الالتروبايت؟ لا ما وقفوش. لقيت الهيموجلوبين بتاعي بدا يعلى الليفلز، اوقف؟ لا اقلل، ما وقفش. غير ما هنتكلم بعد كده في الايه؟ في الاي تمام؟ يعني اعمل داونورد اسيسمنت ما وقفش لغايه ما الهيموجلوبين بتاعي يرجع وبعد كده ايه؟ ارجع تاني استور الريتروبايت لا انا اقلل الدوز ما ايه ما عملش خلي بالنا بقى ان النقطه دي وانا عاملها فريد فلاج لان ده ليها امباكت بعد كده انا زي ما قلت لو لقيت الهيموجلوبين بتاعي ما بيوصل ل 10 ما بيوصلش ل 10 ونص دايما في مشكله يبقى انا لازم اريفايز الدوز بتاعت الريتروبايت اللي انا بديها لقيته وصل ل 12 ونص ما استناش بقول لا ده الرينج عندي ل 12 ممكن استنى لا لو وصل ل 12 ونص لازم برضه اقف شويه وابدا ريفايز الدوز عشان زي ما هتكلم بعد كده عن الريسك اللي بتيجي من الالتروبايت. اكتر تو ريسك يعني فيري او كومن بلاش فيري كومن الهايبرتنشن والكارديو فاسكولار موربيديتي. الهايبرتنشن بتحصل كتير وبنشوفها مع الالتروبايت ولو بدات تحصل لازم ايه؟ يا اما ممكن ازود يعني اعمل له فوليوم ريموفر اكتر او ابدا اديله انتي هايبرتنسيف وريفايز الدوز بتاعت الالتروبايت بتاعي. لكن الاكتر من دي بقى الكارديو فاسكولار موربيديتي. يعني في حالات مايوكاردي انفاركشن وكونجست هارت فيلير وستروك يعني ريبورتد مع الريتروبايت طيب يعني هاو او ايه هو الليفل اللي انا بخاف منه؟ الادلت عندهم تو بيج كنترول ترايلز معمولين واحده اسمها الكورير والثانيه اسمها تري بس كانوا بيبصوا على ايه زي ما انتم شايفين بيقارنوا الهيموجلوبين التارجت يعني يدوا ناس يصلحوا لهم الهيموجلوبين لغايه 13 ونص ويدوا تانيين يصلحوا لهم لغايه 11.3 دول كانوا بيستخدموا الايكو الفا هنا دي كانت الدايروبايوتين وكانوا بيبصوا على الهيموجلوبين عدى 13 فيرسس بلاسيب هل في فرق في الاوتكم بين الاثنين دول او يعني اسف هل في فرق في وجود في حدوث السايد افكت بين الاثنين دول؟ لقوا ان الكارديو ماسكر موربيديتيز بتزيد والمورتاليتيز كمان بتزيد لما يبقى عندي هاير تارجت هيموجلوبين. يعني الناس اللي انا بصلح لهم الهيموجلوبين ل 13 ونص مور سسبتبل ان هو يحصل لهم كارديو فاسكولار ايه؟ موربيديتي والريلاتيف ريسك بتاع الديث عندهم اعلى وتحت اللي هي فوق 13. طب هل ده ليه علاقه بان العيان ده عنده هيمو كونسنتريشن ولا علاقه بالاريتروبايت نفسه؟ يعني اللي سبب الموربيديتي دي او المورتاليتي هل الاريثروبايت نفسه بالدوزز العاليه ولا علشان الهيموجلوبين ايه؟ علا في الترايلز دي ما حدش بص على كده لكن اللي اتعمل في الاطفال على الرغم ان هم ايه؟ يعني اوبزرفيشن ستادس مش كنترول ترايل في الاولانيه دي اتعملت ودي منشوره يمكن اساسا يعني منشوره قريب عملوا ايه بقى هنا؟ بصوا على الـ 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 لو انا استخدمت دوز من الايزا اكتر من 6000 انترناشونال يورو بالمتر سكوير كومبيرد مع ريسيفنج ليست دوز يعني هنا بصوا على الدوز بتاعت مين؟ بتاعت الاريثروبايت ما بصوش على التارجت هيموجلوبين وهنا بصوا على برضه استخدموا الدايروبايت على دوز 350 فيرسس ايه؟ دي ممسوحه شويه بس مش باينه عندي هنا المهم ان الايه؟ ان لقوا ان كل ما بتزيد الدوز بتاع الاريثروبايت المورتاليتي والموربيديتي بتزيد ولقوا ان ده ليه علاقه بالايه بقى؟ بحدوث تروفيك تشينجز في الفاسكوليتشرز يعني مش ليها علاقه بالهيموجلوبين كونسنتريشن اكتر منها من الدوز لان لقوا برضه بالاكسبيرمنتال ايفيدنس
ان الاريثروبايتين بيأثر على الاندوثيليوم، فبالتالي ممكن هو اللي يبقى مسؤول عن هذه الانوبيتي. يبقى اجين بكرر تاني ان احنا الاريثروبايتين اللي احنا بنستخدمه لازم عنينا على ضغط العيان وعلى الايه الكارديو باسكولار موربيديتي. في حاجه ثانيه ريه بس انا مش هخوض فيها اللي هي البيوريسيس ابليزيا، لان ده يعني موضوع اكبر شويه من ان احنا نقعد نتكلم فيه عشان الوقت. انا عايز بس يعني دي عشان بتلخص الجزء بتاع الاريثروبايتين. احنا قلنا التارجت بتاعنا كام؟ من 11 ل 12. وابدا امتى؟ لو الهيموجلوبين اقل من 10. وريفايز امتى؟ لو الهيموجلوبين بتاعي ما بيتحركش عن 10.5 او الهيموجلوبين بدل يوصل ل 11.5. يبقى التارجت نارو من 11 ل 12. ببدا لما الهيموجلوبين يبدا يقل عن 10. الريفايز الدوز لو الهيموجلوبين ما بيتحركش عن 10.5 او الهيموجلوبين بدا يوصل ل 11. بستخدم الافيلابل ايسابران اللي موجود عندي واللي انا يعني اثق فيه. اللونج اكتنج سبكوتينيوس ايسر دي maybe the treatment of the choice في النون هيمودياليسيس بيشن. The younger the child the higher the dose of the ESA. و don't forget the morbidities اللي ممكن تبقى associated بالايه مع استخدام الايسا. ننقل بقى للبارتنر تاني او اللعيب التاني اللي انا بلعب فيه الايرن. زي ما برضو ما قلنا التارجت انا هوصل لقد ايه؟ فاكرين الفيريتين احنا قلنا لو الفيريتين اقل من 100 يبقى العيان ده عنده مشكله في الايرن. هنا التارجت بتاعي ان انا اوصل ل 100 بس دي مالهاش ايفيدنس، يعني دي مفيش فيها دي انجريدد زي برضو الهيموجلوبين اللي انا قلته في الاول. المونيتور افري 1 تو 3 مانس. الرقم التاني اللي انا ابص عليه لو الفيريتين ده بدا يزيد عن ايه؟ عن 500 اريفايز الدوز بتاعتي. واريفايز ايه تاني؟ الانفلاميشن يعني برضو الانفلاماتوري ستاتس، لان زي ما قلت ان ايه؟ ان الفيربتين واحد من الاكيوت فيز ريأكتنت وبالتالي ممكن يزيد مع اي انفلاميشن. طيب لو الفيربتين بقى وصل ل 800 اوقف مش اقلل، اوقف الايه؟ الايرن ثيرابي لغايه ما اشوف. لو عندي اكتف انفكشن اوقف، مش زي هناك برضه الاكتف انفكشن كنت ايه؟ بقلل الدوز. يعني عندي ثلاث ارقام هنا اللي هم ايه؟ ال 100 وال 500 وال 800. ال 100 ده التارجت بتاعي اللي انا عنديه ريفايز لو وصلت ال 500 واوقف لو عديت الايه؟ ال 800. ادي برضو الايرن اورال ولا انترافينوس. لو عندي مش على دايلسيس اللي مستحسن ان انا اديله اورال. لو على دايلسيس يعني ده ليه ايفيدنس عشان كده انا كاتبها، لكن ده ملوش ايفيدنس. الايفيدنس بتاعه تو بي يعني اصغر، يعني اسف اصغر من الايه؟ من الايفيدنس ده. لكن اللي تحت ده بقى الايفيدنس بتاعته اعلى شويه، اللي هم ايه بقى؟ sometimes the patients not requiring مش على هيمودياليس، لكن انا بضطر اديلهم انترافينوس اير لو العيان دول مش ريسبوندنج للاورال، وده في معظم الاحوال بيبقى موجود عندنا. دول different types of iron اللي موجوده في الماركت، وكل واحده منهم ايه الادفانتج بتاعتها وبتتاخد يعني البولس بيحصل معاها ايه، يعني كلام كل اللي شغالين نفرولوجي عارفين المشاكل اللي بتحصل مع الانترافينوس اير واحنا بنديه. الانترافينوس بقى احسن ولا الاورال؟ شوفوا الكوكرين ده عامله الاستادي دي في 2019، يعني هي بقى لها كام شهر منشوره. لما قارن انا الانترافينوس اير بالاورال اير، وهنا برضو يعني دي ميزه ان هم انكلود مين؟ الادلت والتشيلدرن، وده قليل ما بيحدث في الايه؟ في الكلام ده. فلقوا ان ايه بقى؟ شوفوا كام استادي رجعوها، يعني 39 استادي وتقريبا 4000 عيان، وده نسبه يعني كويسه ممكن الاعتماد عليها في الميتا اناليسيس. لو ان في نو سيرتن ايفيدنس ان الانترافينوس اير بيحسن الهيموجلوبين احسن، وبيحسن الفيريتين، وبيحسن الايه؟ الترانسفيرين او التي سات يعني، والنمبر اللي بيأتشيف التارجت هيموجلوبين وبيقلل الدوز بتاع الايس، ده ليها ايفيدنس بس نو سيرتن، تمام؟ لكن انسفيشنت ايفيدنس ان ده بيأفكت الايه؟ المورتاليتي ولا الكارديو باسكولار موربيديتيز اللي بتحصل ولا كواليتي اوف لايف، يعني هو الى حد ما بس مش very strong evidence ان هو بيقلل الدوز بتاع الايسا وبيحسن الهيموجلوبين او ما الى ذلك، عشان كده هو بيقلل الدوز في الايسا. لكن على الاوتكم الاثنين مش فارقين، مش قادرين يقولوا بالنسبه للموربيديتيز بتاعه الايه اللي بتحصل يعني. يبقى انا كده خلصت الايه؟ التو بلايرز بتوع اللي هم الاريثروبايتين والايرن. العينين دول بيحتاجوا بلط بالتاكيد، وكل اللي شغالين في النفرولوجي عارفين مشاكلنا وان احنا بنقعد ندور دم عشان ندي للعيانين ونعمل الكلام. الدم ده بقى عندي مشكلتين او مشاكل كثيره جدا، وخصوصا العينين اللي محطوطين على الايه؟ على
الليست بتاع الترانسبلانت، لان الاير قصدي البلاد ترانسفيوجن بيزود اذا ما انتم عارفين برضه الهالو سنسيتيف، فممكن يزود الانتي بودز اللي موجوده، وبالتالي ممكن ياثر وانا بحضر العيان ده للايه للترانسبلانت. عشان كده يعني الريد بلاد ترانسفيوجن شود بي افويدد وين بوسيبل، يعني على قد ما نقدر تو مينيمايز ذا ريسك اوف هالو سنسيتيزيشن. وبرضه في ريكومنديشن يعني الاخرانيه دي اللي هو ان هي تو بي ان انا اعمل سكرين للتست للهباتيتس اي. ما اعتقدش ان حد فينا بيعمل هذا الكلام، يعني ما اعرفش تعملوه في المركز، ما اعتقدش الهباتيتس اي على الرغم ان الهيبنس بتاعتها برضه مش ايه مش واضحه يعني. تمام. طيب دي بقى نقطه، فرضا ان انا دلوقتي عايز اوصل ل 10 ونص، يعني لو انا اديت ريتروبايتين او 10 جرام والعيان ما وصلش ل 10 جرام اديله دم؟ لا، الدم هنا بلاد ترانسفيوجن بيعتمد على اللوكال بوليسي، يعني زي ما احنا بنعالج شوف البوليسي عندنا مثلا في الثلاسيميا او في وات ايفر بقى الكوز او الاندرلاين تيولوجي بتاعت الانيميا. انا بدل انيميا امتى؟ لو العيان ده هيمو دايمنشن ستيبل الهيموجلوبين اقل حسب بقى الايه الهايبر ترانسفيوجن او الترانسفيوجن. يعني البوليسي اللوكال بوليسي اللي بتحكم بلاد ترانسفيوجن هي اللي بتحكم الانديكيشن بلاد ترانسفيوجن في العيانين دول، مش ايه مش التارجت هيموجلوبين اللي انا عاوز اوصل له بالجايد لاينز اللي انا قلتها بتاعت النفرولوجي. يعني هي بس الرساله هنا ان احنا مينيمايز ذا بلاد ترانسفيوجن از ماتش از وي كان، بنعتمد على اللوكال بوليسيز مش بنعتمد على الجايد لاينز بتاعت النفرولوجي. العيانين لو قدرنا نعملهم سكريننج للهباتيتس اي يبقى احسن من العيانين اللي هم على الترانسبلانت. هيجي بقى هل في نيو يعني لاينز اوف ثيرابي؟ يس. انتوا تفتكروا انا قلت لكم انا بتكلم في بدايه المحاضره على ان احنا ايه ان الستيمولس فور الفورميشن او ان الريتروبايس اللي يتكون هو مين؟ الهايبوكسيا. طيب الهايبوكسيا دي بتعمل ايه؟ الهايبوكسيا دي بتخلي حاجه اسمها الهايبوكسيك سكينك فاكتور، يعني لما يبقى عنده هايبوكسيا الهايبوكسيك سكينك فاكتور ده اللي هو الهايبوكسيك اسيد انديوسبل فاكتور او الاتش اي اف ده بيبدا يعمل ستيميليشن للايه للنيوكليوس عشان يبدا يحصل الايه الترانسكريبشن بتاع الريتروبايت. يعني الستيمولس هنا عن طريق الهايبوكسيا الهايبوكسيك سكينك فاكتور، يعني طول ما الهايبوكسيك سكينك فاكتور دوت موجود وشغال حلو كل ما الايه الترانسكريبشن بتاع الريتروبايت بيتكون. لو العيان بقى الهايبوكسيا دي اختفت بيبدا يحصل يعني اكتيفيشن لانزيم اسمه ايه برولين هيدروكسيليشن. البرولين هيدروكسيليشن ده يبدا يكسر مين؟ الهايبوكسيك انديوسبل فاكتور، فتقف البروسيس والاريثروبايتين ترانسكريبشن في النيوكليس يقف. طب انا عشان احافظ بقى من الدايجرام ده عشان احافظ على الترانسكريبشن بالهايبوكسيك اسكيميك فاكتور لازم اجيب حاجه تعمل ايه؟ تعمل ايه انهبيشن لهذا النظام اللي هو البرولين هيدروكسيليز اللي هو البرولين او البرولاين هيدروكسيليز اللي هو الانزيم اللي بيكسر مين؟ الهايبوكسيك سكيميك انديوسبل فاكتور. يبقى انا لو جيت عملت حافظت على الهايبوكسيك اللي هو الاتش اي اف عن طريق الاتش بي داون البي اتش اس انهبيتور ممكن احافظ على مين؟ على ريتروبايتين برودكشن اندوجينوسلي. ودي الايرا الجديده وصلوا يعني شوفوا الاستاذ قد ايه اللي شغاله دلوقتي. واحنا في اخر اي اس ان ده في الامريكا سوسايتي كان عندنا كان فيه يعني واحده من السيمبوزيوم اللي اتعمل بيسموها اللايف سيمبوزيوم دي على الفيس 2 والفيس 3. يعني وصلوا الفيس 2 والفيس 3 على يعني استاذ كتير، ويعني واضح ان خلال فتره مش بعيده قوي هيبدا كل التريتمنت بتاع او الايسا واستخداماتها ده يبدا يتغير. ده زي ما قلت لكم ده ال اتش اي اف ستابلايزر اللي هو البرولاين هيدروكسيليز دومين انهبيتور دوز اللي بيندوس الاندوجينس ايبو، وده اللي كل الترايلز او التيارز اللي شغاله دلوقتي على هذا الكلام. هل انا لو لقيت انتي هيبسايدين يبقى هقلل الانفلاميشن؟ وقلنا الانفلاميشن دي او الهيبسايدين اللي موجود ده هو من الحاجات اللي بتحبس الحديد جوه الايه؟ جوه الخليه. طب انا لو اديت انتي هيبسايدين انتي بودز اكسر الهيبسايدين ده وبالتالي اخلي الحديد يطلع توالي موجود، بس ده كله ايه بقى؟ يعني لقوا فولي هيومن انتي هيبسايدين انتي بودز موجوده ديفلوب وابلايد، بس فين؟ في انيمال مودلز. يعني دي لسه في مرحله قبل الايه؟ قبل الاتش اي بي ستابلايزر اتش اي اف ستابلايزر.
في كلام طالع دلوقتي بس لسه not systematically approved في children وبيستخدموه في امريكا في الادلت فيرك بايروفوسفيت سيترات ده ممكن يبقى يخش في الدايريزيت يعني مش يعني ده يدخله الايرن مع الدايريزيت. في حاجه كمان ثالثه بقى بتشتغل بروحين اللي هي يبقى فيرك سيترات ده بيتاخد اورال يبقى كسورس للايرن وفي نفس الوقت سيترات ده ايه يعمل ايه زي ما انتم عارفين برده ده فوسفيت بايندرز عشان الهايبرفوسفاتيميا ده فيرك سيترات تمام ده نص سيميكال اكسس برده فين فينش. يبقى انا خدت في الثيرابي الحاجتين بتوعي الاريتروبايتن والايه والايرن وان انديكيتد هاندي بلاد ترانسفيوجن وفي نيو موداليتيز لسه يعني اندر ترايلز في حاجات وصلت لفيز 2 و3 وفي حاجات ما ينفعش استخدامها في الشيدرن لكن موجوده باستخدامها طبعا. عشان تراقب يعني ذا برايمري كوز اوف انيميا في السيكي دي ار امبيرد اريتروبايتن برودكشن اند هيبسايدين ميديتد ايرن ريستريكتد اريتروبايت. Careful assessment of iron availability for erythropoiesis is important for children with CKD. The core components of anemia management remain ASA with iron supplementation. But despite these therapies, a substantial number of children still anemic. Current therapeutic challenge includes amount of dose بتاعت ASA لأن احنا عندنا very narrow range. والليميتيشن باستخدام الفيرتين والدي سات از اكيوريت انديكيتورز في الاكسسبل ستور لاين. الاتش اي اف ستابيلايزر والانتي هيبسايدين مونوكلونال انتي بودي والدايزيت بيست ايرن سبلمنتيشن اندر انستريشن على الاقل في الشيلدرن اند ماي بروفايد فيوتشر ثيرابيوتيك الترناتيف. انا عندي اسئله بس مش عارف انتوا ممكن اقول لكم سؤال تجاوبوه ولا بلاش؟ بلاش؟ ياسين بيضحك. طب شوف السؤال ده كده عشان افتكر انتوا يعني النايس جايد لاينز اللي انا عملتها فاكرين انا كنت عملت خمسه ولا فور جايد لاينز كده بتعتمد على مين ده اكتر في الاسسمنت اوف فاير يعني ايه؟ سي ولا بي ولا ايه ولا ها؟ سامع تمام؟ النايس جايد لاينز يعني الناس كانت بتصحصحها طيب الايرن ريستريكتد اريثروكويس اسبابه الابسوليوت ايرن ديفيشنسي ولا depletion of stored by air by ASA ولا impaired iron trapping with inflammation ولا all of the above. Short acting دي كده ما قلتهاش دي بس formulation have longer half life and more effective لما تستخدمه انا ما قلتهاش دي subcutaneous ولا intravenous ولا internal by ASA. شكرا.